الواحد ساعات يفكر يا جماعة، واحنا في البرنامج ده وفي غيره دايما بنمجد في شخصية المصري، هل احنا بنبالغ؟ ساعات اقول لنفسي احنا عايزين نتكلم الحقيقة، هل احنا فعلا بنبالغ ونقول ان المصري ده ملوش زي، والمصري ده ملوش كتالوج، وده قطعية واحدة ما بيتكررش في العالم؟ وبعدين ارجع اقول طيب ما نأكد ده من حياتنا ومن تاريخنا ومن الحاجات اللي حوالينا، فنبص في حياتنا وفي تاريخنا وفي في السنين اللي عشناها نلاقي حقيقي المصري ساعة الأزمة بتطلع له قرون استشعار كده ما تعرفش منين، وأدرينالين يضخ في دمه كده ما تعرفش إزاي، ويتصرف بأعلى مستوى ممكن يتوقعه أي حد في الدنيا، ويستخدم الحاجات اللي ممكن تكون بدائية جدا في إيده أو بسيطة أو غلبانة في استخدامات متفوقة جدا، بل يخترع، يعني شخصية فريدة فعلا من نوعها، وشعب مختلف بجد، من غير حتى لو احنا عندنا مشاكل، كل الدنيا عندها مشاكل وناس كده وناس كده ونوعيات كتير، لكن في الآخر بتظل السمة الرئيسية للمصري ده انه ابن لذينة ملوش حل، يسلك في أي حاجة لما يعوز، ولما حتة معينة بقى تنقح عليه في أعصابه اللي هي بلده، هنا بقى ما تعرفش ما تقفش قدامه. ليه بقول كده؟ لأنه إحنا النهاردة مثلا من الحاجات اللي إحنا لازم نحتفل بيها موقعة مهمة جدا جدا اسمها معركة المنصورة. معركة المنصورة دي معركة جوية استمرت 53 دقيقة في الجو، في الجو اللي هي المفروض الطيارة في الجو تقعد لها 4 5 دقايق مثلا تعمل يعني مهمتها، وإنما دول قعدوا 53 دقيقة بيحاربوا العدو في الجو، فين؟ في مطار المنصورة. فالحادثة دي أو الموقعة أو المعركة دي تمت في 14 أكتوبر سنة 73. اللي حصل في المعركة دي العالم بقى كله اتكلم عنه، حتى مهما كانت الدول المختلفة تحاول تطرمخ تغطي تغطرش ما تبينش ما تقولش الحقيقة، لكن دي بالذات يعني زي ما تكون في عينهم كده، انه ما يقدروش ينكروا ان المعركة دي حصلت في مصر ومن طيارين مصريين وبطيارات على قدها جدا وقتها، وتوثقت في العالم كله واتدرست في جميع المدارس والكليات العسكرية وهكذا. عايزين نعرف ايه اللي حصل يوم 14 اكتوبر 73، وده اللي هنعرفه الليلة دي. أرض مصر حضنها التاريخ، كتب اسمه على اسمها، واختارها بيت وسكن، وسماها للمجد عنوان، يحرس أرضها وسماها أسود ونسور، دمهم أرخص حاجة مستعدين يفدوها بيه. يوم 14 أكتوبر سنة 73، شهر وسنة الانتصار والكرامة، كان التاريخ بيحط في تاج القوات الجوية المصرية درة جواهر وأجملها، جوهرة معركة المنصورة الجوية. معركة المنصورة اللي كلمة ملحمة سطرتها اللغة بس لوصفها، أطول معركة جوية في العصر الحديث من وقت الحرب العالمية الأولى ولحد النهاردة. 53 دقيقة كاملة من المناورات والمعارك الجوية الضارية بين قوى غير متكافئة لا في العدد ولا العتاد، يضرب فيها الجيش المصري العظيم متمثل في قواته الجوية أروع صور المهارة القتالية والقيادة الواعية والبسالة، ويوجه ضربة موجعة للعدو وانتصار ساحق عليه. بسم الله تبدأ الملحمة برغبة العدو في التحكم في سماء المعركة، ولأن الهجوم من الشرق كان دايماً شبه مستحيل بسبب منظومة الصواريخ، لفوا وهجموا من الشمال من جهة البحر المتوسط، والساعة 3:15 خرج الطيران المصري يواجه الاعتداء، وفي لحظة الالتحام كان في الجو 68 طيارة ميج 21 مصرية قصاد 120 طيارة فانتوم F4 إسرائيلية.
عظمة وبسالة وإتقان الطيارين والملاحين المصريين تجلت في أروع صورها. مثلاً في الوقت اللي الطيار المصري بيشتبك مع الطيارات الإسرائيلية بيكون بيتابع زمايله وبيبلغهم بالراديو مين قدامه ومين وراه ومين بصدد الهجوم عليه. مش كده وبس، بيتابع كمان إن كان في طيارة قصد ضرب المطارات فيشتبك معاها، وده غير ملحمة الهبوط والتزود بالوقود والذخيرة. وقدر المهندسين والفنيين من ضرب الرقم القياسي العالمي لإعادة تسليح وتموين الطيارة. المعركة كانت على الأرض بنفس قوة المعركة اللي في السماء، والأبطال اللي على الأرض كانوا في نفس بطولة الطيارين في السماء. طائرات قواتنا الجوية قدرت تنفذ أكتر من طلعة، وصلت لحوالي 90 طلعة، لدرجة ضعفت عدد الطائرات الفعلي وشوشت قدرة العدو على حساب عدد طياراتنا. في المعركة وقعت 17 طيارة إسرائيلية قصاد 6 طيارات من عندنا. من الست طيارات المصري اللي وقعت، 4 منهم وقعوا علشان نفاذ الوقود. الطيارين انشغلوا بالمعركة ونسيوا نفسهم وسط القتال الرهيب، لدرجة أن وقود الطيارة خلص وهم في الجو. لكن النتيجة الأهم هي أن المعركة العظيمة والملحمة الرائعة هزمت فيها القوات الجوية المصرية أكتر من 120 طائرة إسرائيلية في أطول معركة جوية في التاريخ الحديث، واستحق معاها يوم 14 أكتوبر يكون عيد القوات الجوية السنوي للأبد، كشاهد على تاريخ بسالة أبناء القوات الجوية المصرية.